سلام الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الخريجه للبحر البنات من الصباح حتى العشيه. المهم غادي نشاركها معكم كامله باش تستافدوا حتى نتوما، وغادي نشارك معكم حتى الطويجي اللي وجد لنا راجلي، وهذا الساندويتش اللي كنوجدو كنديه معايا. راه البنات ساهل ساهل دغيا تيوجد واقتصادي وكيخرج واحد الكميه اللي كثيره. غادي نقص عليكم من الغديوه ديال البحر. تبعوا معايا الفيديو البنات، راه واخا شويه طويل ولكن راه ما قدرتش نقص منه شي حاجه لحيت عجبني بزاف، وانا ميقنه انه غادي يعجبكم، فتبعوه معايا ان شاء الله. وقبل ما نبداو ما تنسونيش من لايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم البنات غادي نشارك معكم غير الحويجات اللي ضروريين باش نهزوهم ونديهم معنا للبحر، غادي نشاركهم معكم باش حتى نتوما تستافدوا ويكون الفيديو فيه استفاده. هنا بالنسبه لهاد الساندويتش غادي نحتاج واحد هنا هاد البتيبان، تقريبا واحد هاد الكميه اللي غنعطيكم راه تقدر تخرج لكم حتى 12 قطعه. فهنا المهم انا غادي نحضر غير 10. هنا عندي واحد 4 الماطيشات اللي قطعتهم دوائر رقيقه، وعندي واحد الخياره الكبيره قطعتها مربعات صغيره، وهنا عندي الخس غسلته ونشفته مزيان، وهنا عندي واحد الحبه ديال البصله قطعتها حتى هي مربعات، وهنا عندي هاد اللاطة ديال الحوت اللي كتكون على هاد الشكل. من الأحسن البنات هادي حيت داك العلبة ديال الطون ماشي اقتصادية البنات، ما كتخرج والو، هذا راه اقتصادي كنخدم بيه، يعني هاد جوج علب كيخرجوا ليا 12 قطعة كما قلت لكم. وهاد الكيتشوب اللي كيكون هكا حار راه كيجي زوين البنات في هاد لي ساندويتش. وهاد القرعه البنات راها يمكن لكم تبقى عندكم مده طويله وانتم كتخدموا بها، وزوين في المذاق ديالو راه زوين. بالنسبه لكم اللي ما توفرش عندكم غادي تخدموا بالكيتشوب وتزيدوا شويه الهريسه وتخدموا به الساندويتش ديالكم. هنا صافي غادي نخوي هاد اللاطه ديالي، غادي نخويها في هاد الجبانه، وغادي نخلي الزيت ديالها، يعني ما غاديش نحيدو باش يرطب ليا ويجيني رطب. وغادي نمعكها هكا مزيان بهاد الفورشيط حتى تولي ليا بحال الشكل ديال الطون. صافي، وغادي ناخذ هاد البتيبان وغادي نسرح فيه هاد الحار على هاد الشكل، ما غاديش نخليه هو الاخر باش ما يجينيش جهه فيها الحار وجهه ما فيهاش. من الاحسن هاد الطريقه كيجي متساويه الكميه كلها متساويه ديال الطون ديال هاد اللاطا مع الحرور مع كل شيء متساوي. صافي، غادي ندير هنايا تقريبا واحد المعلقه ونص ديال هاد اللاطا، وندير البصله، هاد البصله هكا مشنفه، غادي ندير من هنا شويه، وندير شويه ديال الخيار على هاد الشكل فوق منها، وصافي غادي نستف القطع ديال مطيشه تقريبا غادي يهز ليا 3 كما كتشوفوا. واخر حاجه غادي ندير هاد الوريقه ديال الخس، صافي هي اللي غادي نكمل بها الساندويتش ديالي، وها هو واجد البنات وكيشهي. ها نتوما كتشوفوا غير المنظر ديالو راه كيشهي يعني، والمذاق ما نقولش لكم البنات، راه غادي تجربوه وغادي تشوفوا المذاق راه كيجي رائع البنات، وكيعجب الوليدات كيحماقوا عليه يعني، راه ذاقوه ما بقاوش يستغناو عليه. وبالنسبه لينا حنايا راه كيجينا ساهل، يعني ما طيبنا حتى شي حاجه، كل شيء خضر كل شيء ساهل، دغيا غير قطعي وصايبي الساندويتش ديالك وهالو وليدات كلو وتهنيتي فيهم. صافي، غادي نشارك معكم مره اخرى باش تستافدوا مزيان. صافي، ضفت هنايا البصله، ضفت الخيار، بقات لي غير المطيشه والخس، غادي نضيفهم، وهاد الساندويتش واجد كامل مكمول. وها الساندويتش ديالنا واجد البنات على حقو وطريقو،
والله البنات ما كرهتكمش تجربوه، راه ساهل وغادي يعجبكم وغادي تولوا من المدمنين عليه. صراحة انا كنت كنوجدو حتى في رمضان، بالنسبة لرمضان ما كناكلوش الخضرة، كيكون زوين فيه خضرة فيه كلشي. واخيرا غادي صافي غادي نحطو في هاد السليلة وغادي نغطي عليه، وصافي غادي نغطيه بواحد البلاستيكة بيضة على هاد الشكل. وهاني تهنيت في هاد لي ساندويتش، هما واجدين. والمهم اهم حاجة البنات عندي هي هاد الترموس ديال القهوة. بالنسبة للبنات اللي متبعيني في الانستغرام وفيسبوك وواتساب، يعني دائما كيشوفوها معايا، قهوة اللي معطرة، ما كنبغيش القهوة اللي كتكون سريعة الذوبان، كنطيب هذه البنات راها زوينة، كنديها معايا كتضل عندي هاد الترموس، كنشرب منها وقت اللي بغيت انا وراجلي. وهنايا اهم حاجة البنات اللي ضرورية، هاد الكلاصير اللي كيحافظ لينا على الحاجة اللي بغيناها تبقى باردة، كان نحطوها فيه زعما بحال ديسير، بحال دلاح، بحال المنون، بحال يعني كنا بغينا نديو شي لحام او دجاج او لا، المهم كل شيء داكشي كيبقى بارد، الماء، اي حاجة بغيناها تبقى باردة راه كيحافظ لينا عليها. هذا البنات ننصحكم به يكون عندكم باش لا بغيتو تخرجوا للبحر يكون مهنيكم. وصافي هادو هما الضروريات، فنخليكم باش نشدوا الطريق ان شاء الله البحر اللي غادي ندوزوا فيه النهار ديالنا. بالنسبه لينا حنايا كنمشيو للبحر ديال الكاب او لا البدوزه، يعني عنده جوج سميات. ايوا البنات احنا وصلنا، حطينا الباجاج ديالنا كما كتشوفوا، راه تبارك الله كتير باجاج كتير. غادي نحاولوا نصايبوا واحد الكليسه فين غادي ندوزوا نهارنا، وهذه هي الكليسه اللي صايبنا بالباراسول، بالكريسيات، بالطبيله، يعني كل شيء كاين، حتى شي حاجه ما ناقصه الحمد لله. وهذا يحيى هو جالس كيتشمش كيتبرونزا. وهنايا غادي نتغداو اول بهاد لي ساندويتش مع واحد القريعه ديال المناضة. صافي غادي نفتتحو بهم النهار ديالنا، نحيدو بهم الجوع على ما يطيب لينا الطويجين ان شاء الله. خليوكم معنا باش تشوفوا ان شاء الله النهار كامل كيفاش غادي ندوزوه، وان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو اللي ممتع. والله البنات ما كاينش ما احسن من اجواء البحر، والله البنات ما كاينش محسن من جو البحر، يعني كاع الطاقه السلبيه كتمشي. وهنايا البنات هاد الطويجين صراحه راجلي ما بغانيش نصوره، هو كيحضر فيه، صافي احترمته، وها هو كيوريه لكم واجد سير كيطيب على المجمر. ودابا غادي نديرو واحد الجوله اللي رائعه البنات، صراحه عجبتني بزاف هاد الجوله اللي درت مع الوليدات، لقيت فيها راحتي. غادي ندي الوليدات لهاد البلاصه اللي دايرينها الوليدات، فيها الالعاب، فيها انشطه، فيها مسابقات، فيها الرسم، فيها يعني بزاف بزاف ديال الحويجات اللي كيعجبوا الوليدات. وهنا كيف ما كتشوفوا كاين قصاص، كاين يعني اعطى الله الوليدات ما يديروا من غير البحر، موفرين لهم هاد المبادره راه زوينه، الله يعطيهم الصحه. وهنا كتشوفوا الرسومات ديال الوليدات تبارك الله، يعني واقفين عليهم و تيوروهم وتينصحوهم حتى كيخرجوا تبارك الله هاد الرسومات. حتى هو هاد الشيء راه زوين وعجبني انا بزاف صراحه، عزيز عليا هاد الشيء في الرسم وعجبني، وبقيت متبعه معاهم. والله ما كاينش محسن من البراءه ديال الوليدات. وهنا كيف ما كتشوفوا هما كيرسموا فرحانين، عجبهم الحال. وغادي نشوفوا حتى بالنسبه للوليدات الكبار، يعني دايرين لهم كره القدم كيلعبوها، كره طويله، تبارك الله عطى الله الانشطه، خاص غير الوليدات يكونوا فرحانين.
وهنا كما كتشوفوا ها هما هذا الجو ديال هذه المباراه اللي دايرين ليهم ديال الوليدات. فرحانين تاهما، عجبهم هذا لعب بالكره. وهنا بعد ما سالاو الماتش ديال الكره جاوا الكره الطويله حتى هي لعبوا فيها. صراحه دوزنا معاهم واحد الوقيت اللي زوين، ودابا رجعنا لقينا الطويجين قريب يطيب. ها هو كيف ما كتشوفوا طويجين البنات، ما نعاودش لكم، جا رائع تبارك الله. وما نقولش لكم طياب الرجال راه كيكون احسن من طيابنا، والله سبحان الله العظيم طياب الرجال كيجي زين وكيجي بنين، ما نعاودش لكم. وراكم غتشوفوا معايا الطاجين كيفاش جا في النهايه. وهنا احنا من الناس اللي كيسبقوا الديسير، وها الطويجين ديالنا وجد، ها هو على حقه طريقه البنات، طويجين معسل بالبصله والزبيب والزيتون ومطيشه، يعني طياب رجالي. والله يا البنات اذا كيجي رائع، واخا كد تقولي يعني كل حاجه في شكل، ولكن راه كيجي زوين البنات، خطير هاد الطاجين، غير جربوه. ودابا جا وقيت ديال القهيوه، ها هي الترموسه الشهيره ديالي. ضروري من هاد القهيوه كنديها معايا حتى البحر، ما كنشربهاش تما في البلاصه اللي جالسين فيها، كنهزها وكنديها معايا حدا البحر وكنجلسو. صراحه كتجينا احسن، صافي كتجلسي حدا البحر تشربي قهيوه كانك نسيتي الدنيا وما فيها. واهم حاجه البنات على صوت الطرب، يعني يكون واحد الاغنيه تكون طربيه ما تكونش شبابيه باش تعطيك واحد المهم هادشي اللي كيعجبني انا، هذه هي شخصيتي انا. المهم شاركتها معكم. وهنا البنات بالنسبه لهاد البحر علاش كيعجبنا، عنده بصراحه ما كتشوفيش جو واحد، يعني النهار كامل ما كتشوفيش فيه جو واحد، عنده في الصباح كيكون المد وفي العشيه كيكون الجزر، يعني في الصباح جو وفي العشيه جو، يعني الصباح كيكون هادشي كلشي مغطي بالماء بالبحر، ما كنشوفوش هادشي، هاد البلايص كامله ما كنشوفوهاش، كتكون مغطيه بالبحر. في العشيه يعني ها نتوما كتشوفوا كيمشي البحر، كنجيو كنشوفوا هاد المناظر هنا ديال هاد الصخور وديال هاد الجراف اللي كيكونوا هنا، كيوليو فيهم واحد المنظر زوين البنات، والله ما كتسخاش بهاد المنظر، وكيولي بحال شكل ديال لابيسينات، يعني بحال شكل ديال الضايات، كيعوموا فيهم الناس، كيعوموا الكبار حتى الصغار. ما بغيتش نصورهم حيت كاينين فيهم الناس، اما هو راه زوين البنات كيعجبهم داك المنظر ديال البحر، صافي كيولي غير بحال لابيسين، وكيهجموا عليه الناس زعما في هاد الوقيته تبارك الله كتلقى كلشي كيعوم. المهم ما قدرتش البنات ننقص من هاد الشيء، راه انا بالنسبه ليا عجبني هذا المنظر ديال البحر، ما بغيتش نقصو باش وباش بقى لي نيت الفيديو طويل. المهم كما كنتمتع انا تنتوما تمتعوا معايا. وهنا كيف ما كتشوفوا المواج تبارك الله ديال البحر، الناس كتشوف هذا المنظر اكيد غادي يعجبكم. هنا كما كتشوفوا راه غادي نقرب غير واحد شويه باش نشوفوا وليدات تبارك الله. كيطلعوا كينقزوا بحال شكل ديال لابيسين، والله واحد المنظر عجيب يا البنات. غادي نرجع نلقى البريريد ديال اتاي كيتشحر على حقه وطريقه حتى هو. وهذا هو الكاسكروت ديال العشيه البنات، غير شي حاجه بسيطه وصافي. موالفه كندي كيكه، موالفه كنصايب شي حاجه، هاد المره والله عجزت وما معولاش باش غادي نصور نهائيا، والله العظيم البنات ما معوله نصور، غير كانت فيا واحد طاقه سلبيه كما كيقولوا، قلت غادي نحاربها بواحد الفيديو نصوره. ايوا الحمد لله طلع داكشي زوين على حقه وطريقه كما شفتوا الفيديو. ها هو الكويس ديال اتاي مشحر منعنع، ها هو على حقه وطريقه البنات، والله ما كاين محسن من هاد الاجواء
الواحد هو اللي يخرج يبدل الجو والروتين ديال الدار. هادشي كلشي كنديروه في الدار ولكن ما عندوش طعم بحال الا خرجتي للطبيعه ولا خرجتي للبحر، راه كيكون داكشي زوين، كيعطينا واحد الطاقه ايجابيه. وفي النهايه كنهديكم هاد الكويز ديال اتاي، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، والى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك واشتراك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله.